غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم نتوما؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. اختكم رانا صايمه ورانا صفراء، رانا كاو تكنيك هواتي. كيف كتشوفوا انا جيت هنايا عند الشينوي باش نكمل هاد البسطيله. البسطيله اللي بقات لي البارح درتها ترقدات بيدتها فديك التمخميخه نتاع العطريه. اللي ما شافش الفيديو يشوف الفيديو ديال البارحة البنات. ودابا جيت ناخذ الصوجا وجيت ناخذ بزاف نتاع لي صوص اللي ديجا وريتهم، كيجيو في البساط في الحوت في لي صوب في لينيم ديال الحوت خطيرين، وجيت ناخذهم اختي باش نكمل البسطيله ديالي بديك اختي التعليكه. غزالات هنا جيت عاوتاني غادي نوريكم بالنسبه حتى اللي كان فالت ليه الفيديو، ان اليوم غادي تعرفوه باش كتجي البسطيله معلكه وبنينه وواعره. راه فيها اسرار اختي، اسرار. انا غنوريكم الاسرار كتجي البسطيله من برا. بالنسبه للناس ديال اسبانيا راه هذا الشيء هذا راه كاين في كاريفور، وبالنسبه حتى الناس وكاين حتى راه حيت حنا عندنا حتى الشينوا اللي كيبيعوا هذا الشيء المكونجيلي راه كاين عندهم. البنات الزيت هذا ديال لي زويتر ديال هذا البوش ديال البحر لي زويتر، ما عرفتش كيف كيقولوا لهم، هذه السميه اللي كيقولوا لهم البنات. هذه ها هي دايره 3.59 €. وغادي نوريكم هذا البنات، هذا ديال لي شامبينيون واخ ياكو. وغادي كنقلب هنايا على لي صوص اخرين، خليني غير نلقاهم غادي نوريهم لكم البنات، نشاركهم معكم هاد البلاصه كلها ديال لي صوص. البنات غادي نوريكم واحد لاصوص اخرى اللي كتعطي البنه نتاع غير نتاع الحوت. ها هو فيش زوز هذا، حتى هو البنات كديروه في البسطيله ديالكم، ولكن راه ما فيه لا الكول لا والو البنات. هادو كيديرو حتى الصديقات ديالي، ما فيه لا الكول لا حتى شي حاجه. ها هو داير €99 هنايا، شفتوا خواتاتي؟ ها هو فيه 200 ملي البنات. ها نتوما عندهم السيغيمي هذا، الغزالات ديالي عندهم هاد الحوت هذا. بالنسبه لينا حنا صحابين اسبانيا كنا كناكلوه بزاف اخواتاتي، اللي هو هذا كيلو البنات ب8.99 €. شفتوا؟ بالنسبه اللي ما شافش في الفيديو السابق راه عندهم هنايا القال غير لي اونفاس الغصمان في كامشط خاص اخواتي. البنات لقينا هذا عندهم رخيص، داير 6 € البنات و99 فيه كيلو اخواتاتي، والله ما يبقاش كاع يخطاني انه رخيص. ها نتوما شوفوا كي داير، هما كاع اللي كانوا موحشين وكاع اللي كانوا ما كيلقاوش كاع اللي كيلقاوه غالي. الصراحه الله البنات داير 6.99 €. والباكيه اللي وريتكم الاخرى حتى هي فيها كيلو بحالو، داير 8.99 € البنات. هذا ها هو مزيان رمضان العرايد لاي حاجه، ديروا له السكرين الكرتونه. الغزالات ديالي انا جبت منه باش غادي ندير غادي نفطر به ان شاء الله. تشوفوا اخواتاتي هنا يلاه لقيتوني فطرت البنات. ها شنو درت الفطور ديالي؟ درت الانسالاده، درت البنات باش تعرفوني رانا دايخه في البنات عييت والله الا. ها نتوما درت شنايده البنات، ودرت هاد موسليتوس هادو، ها هما البنات كيجيو زوينين بالنسبه للناس اللي كانوا مشاهينهم واللي ما كانوش كيلقاوهم، اولا اللي كانوا كيلقاوهم اختي بثمن غالي وكتقول لك اللهم نمشي نشريها كفته ولا ولا نشريهم. هاد التخربيقه هادي كيجيو على هاد الشكل البنات، كيجيو بحال هكا والله الا البنات. انا بعدا عجبوني، يعني الانسان ملي كيتوحشهم كيمشي يشريهم وصافي. المهم الغزالات ديالي الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. المهم خواتاتي بعدا عواشركم مبروك، غنعاود نقولها لكم ان شاء الله يقدي يكون 2 ولا 3 رمضان. ايوا خواتاتي شنقول لكم، انا بعدا عييت البنات والله العظيم. عرفتوا البنات جيت نعست واحد الساعة من الربعة لخمسة ونص، من الربعة لخمسة ونص. مهم نعست واحد السويعة وعاد نطت البنات، درت الفطور وفطرت اللهم لك الحمد. الله قالك اللهم ديمها من اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. راه ما قدش نهضر البنات، راني هكا وعييت عييت عييت. العوين ما كاينش الصراحة، ما نكذبوش على الله العوين ما كاينش. والبنات كنعياو كنعياو، سيري قضي هذه، وبالاخص دابا جات البنات مع رمضان، شري هذه، هانتي نسيتي هذه، هانتي خص هذه، هانتي ويلي. وبالاخص هذاك البسطيله وهذاك التخربيق راه كيبغي البنات يكون القوام ديالو على حقه وطريقه. ايوا البنات مهم اليوم كيف ما شفتوني راني مشيت عند الشينوي، دابا عاد غادي نوريكم هذوك اللعيبات البنات اللي خديت باش تشوفوهم مزيان وتصوروهم على خاطركم. هذوك البنات هذوك غير خذوهم على حسابي. هادوك البنات شوفوا الصوبة، كنتي درتي الشعريه الصينيه بغيتي تعمري بها شي حاجه مع الكفته مع ديريهم فيها، لا سوب، البريوات، لي سيجار،
اي حاجه ديال الشينواز تقدر تستعمليها فيها، ولكن البنات راه كيعطيو واحد البنه خطيره 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 جدا. مهم خواتاتي يلا نكملوا ديك الروينه البنات، راه عرفتوا والله العظيم الا خاصني نوقد راسي براسي، لاني ما كاينش العوين. كون كان الانسان كان غير في المغرب، اختي نجيب مراه تعاونني تصايب معايا تقاد معايا اختي، لاني هنا تقهرت، انا تقهرت البنات، انا عييت والله العظيم البنات. ما كرهتش شي تصافيره نمشي نسافر نرتاح نرتاح، ما نهز ما نحط ما نغسل ما نجفف ما حتى شي حاجه. صحابي المغرب انا كنقول لكم من هنا، انا نهار غادي نهبط غادي نهبط غادي نتجبد نتسنط لعظامي، ما نغسل ما عم ما نجفف، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها لراسو، انا ما ندير حتى شي حاجه لاني كنسوفري بزاف والله بزاف. كاع حنا العيالات والله الا كنلقى العيالات مساكن برا الله يكون لهم في العون، راه حتى مساكن اللي كيبغيو يهبطوا للمغرب كيبغيو يرتاحوا. علاش كيبغيو يرتاحوا؟ راه عام كامل هما كيجريو، ماشي بحال المغرب. المغرب جالسه من الترونسبور كيجي حتى الباب كيهزها من الباب وكيردها من الباب. بغيتي شي حاجه كتصيفطي خوك، صيفطي ولد عمك، صيفطي الجار، تي راه كي جالسه كي برينسيسا. الا خرجتي تخرجي غير تفضحي تشري شي حاجه الا عجبتك ولا تبوانتي في شي قهوه. خواتاتي خوتي حنا خوتي، انا ما نكذبش عليكم، انا وصلت لي بالعظم، انا ما كرهتش هالبنات نجر مالتي ونزيد واحد 3 ايام نمشي لشي اوطيل، ما ناكل ما نخرج ما حتى شي حاجه، يدقوا يجيبوا لي ديك الماكله والنعاس، الماكله والنعاس، الماكله والنعاس، الماكله والنعاس، لانه والله العظيم كنلقى العيالات مساكنين عليهم دايرين بحال هكا، هما كيشوفوني كيقولوا لي راكي كاو، انا كنشوفهم كنقول لهم راكم كاو، كنقول لهم غادي نطيح في الزنقه. علاش؟ لان العوين ما كاينش، وعندنا الدراري راه اللي ما عندها ثلاثه عندها اربعه، واللي ما عندها اربعه عندها جوج، وبنادم كيجري الانسان بوحدو يدو بوحدو، راه الله يكون في العون. انا بعدا كنقولها من هنا، انا غادي بناتي واجي دابا غادي نوريكم باش تسكرينيو. هذا صوص سوجا شامبينيون نوار، هذا صوص ديال الصوجا بشامبينيون او شامبينيون دونكل شفاتس كريني. وي الناس ديال اسبانيا راه كاينين في كاريفور وكاينين حتى عند تشينوس، حيت حنا عندنا الشينوا اللي كيبيعوا الحوايج وعندنا الشينوا اللي كيبيعوا اللي كاين بحال هاد المحلات هادو كيبيعوا داكشي الماكولات ديالهم والسوشي والصوجا وهذاك الشيء عند الناس. وكاين هادو ديال لي زويتخ، غتقولوا لي شنو هو لي زويتخ؟ هما هادو هما لي زويتخ. هذا البنات حتى هو سكريني، وهادشي انا وريته لكم ديجا هادي شي 20 يوم وريته لكم في الفيديو، ولا 15 يوم وريته لكم في الفيديو، وريتكم المحل عطيتكم العنوان وكل شيء. ها هو البنات هذا ديال لي زويتخ، ديروا له سكرين. هذا راه في كامشت خاصة الكالغي اللي ام فصل عثمان، الكالغي اللي جا في الطلعه اللي في الطلعه اللي كدوزي البريمارك اولا حداه ماكدو ماكدونالد الشارع تما، داك الكالغي اللي كان فيه الصبابط وخوا، راه في بلان طباخة لتحت فهمتوا. هذا الغزاليس ديالي الحامض، غادي نزيد واحد شويه هذا الحامض. المقادير ديال البسطيل عطيتهم لكم في الفيديو ديال البارح، دخلوا وهنايا دابا غتكملوا معايا، كنت حيت كانت ناقصاني شحال من حاجه. وانا يا البنات كيف ما كتشوفوا هذا خليته يبات، خليته يشرب المقادير باش يجي بنين. هذا البنات واحد لاصوص فيش صوص سميتو فيش صوص. هذا البنات حتى هو الغزاليس ديالي فيه البنه نتاع الحوت، كيعاون على التعليكه. ها انا اختكم جابت الربيع، عرفتوا منين جبته؟ ما كانش عندي الوقت باش نمشي، البارح كنت في دار عمر ما كانش عنده القصبور، ما كان عنده، مهم كان سالا له الربيع، لان الناس دابا كلشي كيوجدوا. والله الغزاليس ديالي قسما بالله الا شريته من عند الشينوي بأورو 99 شريته، انا كنضحك. ها انتم هادو راه درت لهم المقادير، درت لهم العطريه وخليتهم يباتوا ليله كامله. ها انتم كيف كتشوفوا هنايا ليله كامله هما بايتين. وهنايا البنات الشعريه ما ديروش بزاف، انا درت غير ثلاثه ديال الحبات، ثلاثه ديال الحبات، حليت الباكيه هزيت الحبه الاولى الثانيه الثالثه، ماشي تعمروها بالشعريه وديروا شويه الحوت ما غاديش تجيكم زوينه. مهم خواتاتي دابا زيدوا غادي، انا درت هنايا القزبر، غادي نوريكم شنو غادي ندير. والطريقه السهله
اللي ما تمرضيش راسك كل حاجه ديريها في مقله، كل حاجه تقليها في مقله، والروينه والمقاله والمواعن. حنا عاد كنهضروا هذه البنات، غادي نوريكم واحد الطريقه واعره اللي ما تمحنكم ما تمرضكم، تسهل عليكم الماموريه، وكيجي الحوت ناشف بلا ما كتزيدي عاد ديريه في الشبكه وتنشفيه، كيجي من ديك الشيء. الورقه البسطيله هذه خديتها من دار عمر، بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في شي بلاصه فيها العرب، راه كاينين عند الاتراك، هادو كاين بعض الاتراك اللي كيبيعوها، وراه كاينين عند الشينوا، راه المحلات الشينوا راه كاينين في كل بلاصه، غير قلبوا غير قلبوا، ما لقيتوش في المدينه اللي كاينين فيها بناتي محيحين، ما لقيتوش في المدينه فين ساكنين فيها غتلقاو في النواحي. هذه البنات بالنسبه اللي كدير المحنشه ياك وكترتق ليها الورقه البسطيله، هذه ما كترتقش، كندير بها المحنشه كندير بها اي حاجه واعره واعره، وكتجبد كيلاستيك ما تعذبك ما تمرضك ما حتى شي حاجه. هذه هي باش غادي ندير البسطيلات. المهم خواتات تيجي نوريكم اش غادي ندير. المهم اول حاجه البنات انا غادي نحل معكم هذا، ها هو، هذه هي باش كتقولي ما صاحبتي كتخرج ليها البسطيله زوينه وانا ما كتخرجليش ياك نفس المقادير. راه البنات راه كاين اسرار، كاين اسرار اللي كتخلي البسطيله تختلف على اختها، راه كل وحده وشنو كتستعمل فيها، كل وحده وشنو كدير فيها. شفتوا خواتاتي انا غادي نحل لكم هذه الاثمنه، راه وريتهم لكم يعني ماشي بزاف. نتوما البنات هادو بغيت نشمهم معاكم، هادو فيهم البنات الريحه نتاع الحوت، واحد الريحه عجيبه غريبه ولكن كتجي زوينه البنات، كيجي هذا الشيء زوين في البسطيله. هذا ديال لي زويتغ، فيه البنان تاع لي زويتغ، لي زويتغ هو داك البوش ديال البحر، داك ما عرفتش اختي كي كيقولوا له، انا كنقول له لي زويتغ. واصلا هذا حتى هو فيه الريحه ديال السوجة مع، مهم فيه ديك الريحه ديال البسطيله. غادي نحلو هادو، هذا صوص صويا ديال لي شامبينيون، شامبينيونيس لي شامبينيون واخ. شفتوا البنات او عندكم، انا غنقولها لكم، انا تفكرت عندكم تكثروا الملحه، الملحه ديروا غير شويه لان كاين الحمض المصير وهذا الشيء راه مالح مالح، ولا ما ديريش الملحه كاع، حتى ديري هذا الشيء كامل وخلطي ومن بعد عاد ديري ديك شويه ديال الملحه اللي باقا. شتي هذاك الشيء راه مالح صافي، ما تزيديش باش ما يجيكش داك الشيء بحال الرهاج، يجيك مالح. ها انتم البنات ها غادي نديري اختي مع هذا الشيء، هذا ها ويلي ولينا اختي نطيبو طياب الشينوا. ها انتم البنات هذا ديال لي زويتغ، كديري عينك شتي هادو ديال لي زويتغ البنات، خاطر شوفي شوفوا البنات، خاطر خاطر هادو بلاتي ندوق، كاينه المعنى والله حتى كاينه المعنى. هادشي اللي كتبغيني تلبسطيله، هذا فيه واحد الريحه، هادي نتاع فيش صوص، لاصوص نتاع الحوت، ما فيهاش الريحه ديال الحوت ولكن فيها واحد الريحه عجيبه غريبه، ها فيها ريحه عجيبه غريبه، غندير منها شويه. الله يخلف الله يجعل البركه. غادي نجمعوا هاد الروينه هذه، غادي نخلطها البنات، خلطي وجلطي، خلطي جيدا البنات. ها انتم شفتوا الا كان خاصني غادي نزيد، عرفتوا الريحه ديال لي شامبينيون، مع درت فيها هذيك الشامبينيون اللي شريت من افباك واعر، واحد الشامبينيون كنشريه من افباك مكونجي، اللي بالنسبه لي اول مره غيشوف الفيديو ولا ما شافش داك الفيديو ديال الصخره ديال رمضان اللي خديت من افباك، هذاك لي شامبينيون غير سيرو خذوه واعر، شتي واعر فيه واحد الريحه، واحد الريحه خطيره. غادي نزيد البنات شويه، غنزيد من هذا ها هو، وغادي نزيد البنات، غنزيد من هذا، عينكم ميزانكم خلطوا راكم كتفرجوا، ولكن الملحه اوهو تتسالي تتسالي اختي، انا براسي درت غير شويه د الملحه حيت عارفه هذا الشيء مالح. ها انتم صافي خواتاتي، ها اوه هذا الشيء عرفتي ولا، يا سلام البنات. ها انتم شوفوا التعليكه كي دايره، شفتوا كي كتجي معلكه،
شي حاجه اللي هي خرافيه. البنات هاد لي صوص هادو حتى هما غادي نزيد شويه هنايا فهاد الشعريه هذه، ولكن حتى يقرب وقتها. دابا حنا مع الحوت، دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الطياب ديال الحوت كيفاش غديروا لها. ساهله ماهله، ما تمرضوا راسكم، ما تمرضوا عظامكم، ما حتى شي حاجه، ما تكرهوش كاع من هاد البسطيلات، وبقى تجيكم ساهله في الطياب، لان داك قوه طيب هذه بوحدها، هذه طيب، هذه طيب بوحدها كتمرض الصراحه. المهم الغزالات ديالي ها نوريكم اختكم كيفاش. هاد البنات هاد الهبره نتاع اللحم درت ديك المره قلت لكم الدجاج، دابا قلت لكم اللحم. هاد الهبره البنات نتاع الحوت درتها في هاد الصينيه، وهاد الخير هذا درتو في هاد الصينيه الكبيره. شفتوا البنات هذه هكذا، وغادي ندير البنات الزبده وراه داك الزيت وداك لي صوص كامل اللي فيه هنايا البنات كله غادي يطيب فيه. دابا اش غادي ندير؟ غادي نهز واحد المعالقه اولا اللي لقيت حدايا، ها نتوما غادي نهز البنات هاد الموس هذا، وغادي ندير البنات بحال هكذا بحال هكذا، غادي يتقلى البنات في الزبده ديالو، وكتسدو عليه بالبابي الومنيو تحشيوه في الفرانه البنات درجة الحرارة. أنا درتو دابا على درجة عالية، ومني غنخشيه غنخليه على 180 درجة حتى يطيب على خاطرو، وكيشرب وما كيبقاش كيسيل، وديك الورقة ديال البسطيلة البنات ما كتفزكش ليكم. فهمتوا خواتاتي؟ ها هي الطريقة، لأن هذيك الطريقة ديال دير هذه في هاد المقلة قليها بوحدها، وهذه في هاد المقلة قليها بوحدها البنات. هاد القضية هذه ما حمالاش، أنا كنقليها البنات بالزبدة، أنا كنقلي الحوت نتاع البسطيلة بالزبده، ما كنقليه لا بزيت بلديه ولا بزيت روميه، بالزبده اخواتي. مهم خواتاتي هذا غادي نسد عليه، ما ديروا ما ديروا حتى حاجه، اصلا هو هذاك الشيء اللي درت فيه كيطلق الماء. فهمتوا خواتاتي؟ دابا اش غادي ندير؟ غادي نمسح البنات يديا، ها انتما البنات دابا غادي ندير بابي الومنيو على هذا الشكل هذا، وغنحشيها اخوتي في الفران حتى يطيب على خاطرو هاك. شفتوا البنات هذه هي اسهل طريقه واحسن طريقه، تجيكم ساهله ما تعذبوش. شفتوا اخواتي هذه الهبره تقريبا هنايا كاينه شي كيلو و 600، المهم غادي شي جوج كيلو. هذه حتى هي البنات على هذا الشكل صافي، غادي نحشيه في الفرانه البنات يطيب على خاطرو. يلاه البنات ملي غادي يطيب هاد الحوت هذا البنات غادي نوريكم، غنوريكم كيفاش. عرفتوا شحال في الساعه دابا؟ راه 12 الليل، والله اخواتاتي ما بغيتش نخليها لغدا، لان غدا تابعيني حوايج اخرين خاصني نديرهم غدا، يعني بقى لي غدا وبعد غدا خاصني فهاد يومين نساليهم. اش غنقول لكم؟ راه هكا وصافي عقدت هاد الراس صافي وزيرت هاد البلاصه ما كديتش ما كديتش اش بين كابوط. ها انتم البنات شوفوا شفتوا شوفوا كي كتخرج، راه كتبان لكم هنايا الحشوه البنات. ما تكثروش الشعريه، دائما الحوت يكون كثر من الشعريه. الشعريه ديروا غير ثلاثه ديال الوحدات، ثلاثه ماشي ثلاثه ديال الباكيات، ثلاثه ديال الوحدات. ملي تحلي الباكيه ديري غير ثلاثه ديال الوحدات. شفتوا خواتاتي ها انتم هذا هو الحوت ديالنا البنات. وغادي رانا جيت هنا للصالون باش نجلس في خاطري خواتاتي ونخدم في خاطري، ما نقدرش نوقف بزاف، انا مع فاتحه البنات الا وقفت بزاف كان الله في عونكم وعوني كتنوض عليا مشكيت عليكم الفتحه. المهم خواتاتي انا جيت هنا اختي للصاله، يا اختي للصاله غنكمل معكم الفيديو يا اختي، ونجمع السلعه ديال الناس اللي غادي يجيوني عليها غدا، لا من المتتبعات ديالي ولا من الناس العزاز اللي شراو عليا الحوايج، خصني عاوتاني نجلس ونبقى كل واحد نقاد لي حاشو ونطويها باش غدا البنات نديها لهم عند دار عمر ياخذوا عليا الحوايج اللي شراو الناس اللي خداو عليا البلدي. عندي بزاف د الحوايج والله، كنخدم بالنهار نهار كامل، وعاوتاني كنخدم عاوتاني حتى بالليل. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله، ما كاينش العون، يلا زيدوا معايا. مهم الغزالات ديالي كيف كتشوفوا ها هي الهبره ديال الحوت كيف ما وريتكم، خليتها بوحدها. وهنايا البنات داك الكالامار ومهم الكروفيت وداك الشعريه الصينيه بوحدها. مهم الغزالات هنا كنت كنشرح لكم كنقول لكم بان الشعريه الصينيه رانا حتى طاب الحوت عاد درت فوق منها الشعريه الصينيه، وعاد درت فوق منها عاود دوك لي صوص كاملين وخلطتها وحشيتها البنات في الفران.
باش ما بقاش ندير جوج مقالي، فهمتوا؟ المهم هنايا كيف كتشوفوا درت زليفه وعمرتها، ودرت هذاك سميتو داك الزيت، درت فيه الصوجه البنات اللي كندهن به باش كيجي واحد اللون قهوي فاش كيطيب اخواتي، وهذيك الهبره كنهزها وكنديرها من الفوق، فهمت؟ هكذا كتجي. ومن بعد البنات غادي نجمعها بحال هكذا، وغادي نجمع، كاين اللي كيجمعها بالماء والطحين، انا اختي كنجمعها غير بالزيت وكنقلبها صافي. من بعد البنات غندير لها بحال هكذا، كتجمعيها مزيان، شفتوا خواتاتي؟ هانتوما. انا خصني نجيب طبصيل، ولكن دابا ماشي مشكل، غنخدم فوق الطبله باش نلقى راحتي لان الطبله كبيره. هكذا البنات كتجي عامره، شفتوا خواتاتي؟ كتجي عامره. انا درتها بالعاني غارقه باش تجي زوينه. ومن بعد البنات عاد غادي نزيدها ورقه اخرى، غادي نزيدها البنات ورقه اخرى، وغادي باش غادي نفكسيها مزيان صافي البنات، وغادي نبقى غدا هكا حتى غادي نساري. مهم الغزالات ديالي ها نتوما كيف كتشوفوا، انا درت البسطيله هنايا البنات، جاتني 20 حبه تبارك الله ما شاء الله، راه باقي الخير. مازال غندير لي سيكاغ البنات عاوتاني مالحين. هادو البنات الاغلبيه كنديرهم الراجل اللي كيديهم معاه للخدمه، والبنات باش ما كيتصايبوش دابا هادو ندير فيهم جوج، وحده فوق من وحده، وكتحطيهم فشي بلاصه اللي يكون فيها اتساع باش ما كيخسروش ليكم، لان هذه راه ماشي طايبه ولا شاده راسها ولا مكونجوليا ولا اللي غتجي وغادي تحطيها وترميها فشي قنت، هذه راه خاصك تقاديها مزيان. مهم البنات كيف قلت لكم يعني هادو انا درت غير 20، وراه شاط لي تبارك الله الحوت، غادي ندير به حاجه اخرى. مهم خواتاتي دابا خصني نمشي نصايب الكوموند ديال الناس اللي غادي ندي لهم البنات غدا، لان اخوات الغزالات ديالي هنايا راني كنصاوب للناس، كل وحده كندير سميتها وكنشوف التليفون كل وحده شنو عندها، وكنديرهم في هذوك الميكات بطبيعه الحال، وكل حاجه كندير عليها السميه. شفتوا خواتاتي باش غدا ان شاء الله غادي نعطيهم للناس، راه النص جاده وهذا غير اللي المهم الغزالات ديالي. مهم خواتاتي كيف كتشوفوا ها انتم هادو صايبتهم، هادو اللي غنديهم ليهم غدا لعند دار عمر، لان الناس دابا كيتقداو، واللي ما كيعرفوش حتى هو كنصيفطو لتما، منها حجه وزياره، منها يعرف المحل، ومنها انا نديه ليهم، ودار عمر راه غير حدايا البنات. مهم هادو هما لا كوموند اللي كومونداو عليا البنات، وباقين شي وحدين كنستناهم يجاوبوني، باش الا كانوا غيجيو تما غادي نجمع ليهم حتى هما حويجاتهم وغادي نديهم ليهم. شوفوا البنات كيفاش كيبان داكشي مقاد ومتيول ومصايب، والانسان كيدي واحد الحويجه نقيقه نقيقه ومصايبه. المهم خواتاتي كيف المهم اخواتي الكريمات، نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عند حسن ظنكم وتكونوا كتستافدوا معايا، وشكرا لكم على تتبعكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد، وباي باي عليكم.